بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الأستاذة حياة المجروح، حزب المبادرة، نابل واحد. من منطلق الولاء الدائم لتونس ووفاء منا لدماء شهداء الوطن، وانطلاقا من تطلعات شعبنا ومن أجل إرساء اقتصاد وطني يضمن التنمية المتكاملة والتوزيع العادل لخيرات وصيانة الاستقلال البلاد والذود عن حرمتها ونشر ثقافة المواطنة والتسامح ونبذ كل أشكال العنف والإقصاء والتصرف والتطرف، هذا هو هدف الأهداف الأساسية لحزب المبادرة. أخواتي وأخواتي الناخبين في الدائرة الانتخابية نابل واحد، نابل ولاية تتمتع بموقع جغرافي هام يجعل منها منطقة استراتيجية، وذلك لإطلالها على البحر الأبيض المتوسط وقربها من مركز القرار وتمتعها بطابع سياحي وثقافي وفلاحي متميز، وتسخر بطاقة بشرية تجعل منها وجهة اقتصادية هامة إذا ما توفرت الآليات الضرورية للنهوض بالمنطقة في جميع المجالات. عندما نقول نابل يطل علينا هواءها العليل ورائحة البحر التي تقول أن السياحة لهي أهمية كبرى، وذلك ليوفروا هذا القطاع من فرص شغل مباشر وغير مباشر. ولتجاوز الأزمة يجب إعادة النظر في هيكلة القطاع السياحي وتدعيمه وإرساء سياحة ثقافية خاصة بالجهة، انطلاقا من مدينة نيابوليس المدينة نابل القديمة إلى مدينة كركوين الأثرية، إلى جانب دعم وتطوير السياحة البيئية تماشيا مع الطبيعة الجغرافية للمنطقة وثرواتها الغابية. إن ولاية نابل جهة فلاحية بامتياز، لكن هذا القطاع يشكو مشاكل، والعمل الأساسي هو النهوض بهذا القطاع وتطويره وإعطاء الفلاحة الصناعية أي التحويلية أهمية قصوى، وذلك لوفرة المنتوج الفلاحي من تربية ماشية والإنتاج الفلاحي، وهذا لا يتوفر إلا بتركيز سياسة استراتيجية واضحة والسعي جاهدا على تشجيع الاستثمار الفلاحي وإيجاد حلول للإشكالات العقارية وإخراجها من حالة الجمود وتهيئة المسالك الفلاحية مع توفير الامتيازات بالمناطق الداخلية. إن جهة نابل كباقي المناطق تشكو من ارتفاع نسبة العاطلين على العمل، فيجب إلى أهمية لمشاغل الباعث الشاب والتشجيع على الانتصاب الخاص وبعض المؤسسات الصغرى وتطوير منظومة الإفراق. ولتوفير المرافق الضرورية للعيش الكريم يجب العناية بالمناطق الريفية وربطها بالماء الصالح للشراب والحد من الهندسة الريفية وتطوير المنظومة الصحة، وذلك بتركيز وتهيئة المراكز الصحية بالمعدات اللازمة والطاقات البشرية المتخصصة، إلى جانب العمل على إصلاح المنظومة التربوية وإعادة خدمات المطاعم في الأرياف ووسائل النقل المدرسي. إن كل هذه الأهداف والتطلعات لا يمكن تحقيقها إلا في إطار حسن التنسيق بين الإدارة الجهوية والمحلية، والتي تتطلب منا إطار تشريعي يضمن حسن التسيير. فلنبادر معا لتونس وصوتوا لقائمة حزب المبادرة، قائمة نابل واحد.